أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في اسم الرب يسوع المسيح. رح تكون دراستنا في هذه السلسلة عن التطويبات، تطويبات الرب يسوع المسيح. ويمكن لأول مرة أنت عم تسمع كلمة طوبة، هي من كلمة لاتينية أو كلمة يونانية بتعني يا لسعادة أو يا لهناء أو يا لغبطة. وكمان رح ندرس الشخص اللي كتب بوحي من الروح القدس هذه العظة من تعليم يسوع المسيح اللي هو البشير متى. أنا بدعوك إنه فعلاً تستمتع بهذه الدراسة، وبصلي من كل قلبي إنه تكون بركة لحياتك. ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.